هنخش على اللي بعده، واللي بعده ده ما فيهوش بقى بابا وماما هيجاوبوا، فاللي مش هيعرف يجاوب افكركم ان في وسائل مساعده، وسيلتين: استدعاء ولي امر او هنغني. موافقين؟ انا شايفه انك تغني يا بنتي. ماشي. حصل نجيب محفوظ على جائزه نوبل في الادب، صح ولا غلط؟ صح. ايه الحلاوه دي؟ ماشي. هو كده ماشي، هي كده ماشي. العالم احمد زويل حصل على جائزه نوبل في الكيمياء. صح. صح، برافو. كيرة والجن فيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، صح ولا غلط؟ صح. غلط. صح. صح ولا غلط؟ صح. أنت متأكد؟ أنا شفت يعني الفيلم؟ صح. ماشي أوكي. شافوا؟ أه والله ماشي أوكي. فيلم الجزيرة الجزء الأول والثاني بطولة أحمد السقا، صح ولا غلط؟ صح. صح، ماشي، برافو جدا جدا جدا. طيب ركزوا بقى. الأذن من الأعضاء التي تجعلك تشعر بالتذوق، صح ولا غلط؟ صح. ايه ده؟ غلط. ايه ده بقى؟ ايه دي بقى؟ انت قلت بقى بتيجي معاك كل مره صح دي؟ مش يعني ايه بقى؟ انت فكرت في اللي انا بقوله؟ تاني هقول لكم: الاذن من الاعضاء التي تجعلك تشعر بالتذوق. غلط. ما اكيد هتبقى غلط. ماشي اوكي. العيون من الاعضاء الحسيه التي تجعلك تشعر بمراره الليمون. لا. لا، امال ايه؟ صح. التونج. صح. التونج. صح. صح. برافو. ماشي. تيجي نعمل مهمة تانية؟ ايه رأيكم؟ يلا بينا. البنتين بقى. يلا يا بنات. تعالي.